رشا، أولى فقراتنا لليوم نحن بحاجة لها بشكل كتير كبير ببلدنا، خاصة بهي الظروف لما بنحكي عن الشباب وكمية الدعم يلي هن بحاجة لها، كمية القدرات الهائلة يلي بنشوفها، والهموم اللي عم تمرق عليهم، ظروف يعني ضغط. صح، نحن بحاجة، قديش نحن بحاجة حدا يمسك يمكن بإيد هدول الشباب لأول خطوة ويحطوهم على الطريق الصح ويكملوا بطريقة كتير إيجابية لحتى تكون النتائج فعالة وبخدمة المجتمع وبخدمة الشباب بشكل كتير كبير. رح نحكي اليوم عن أعمال المؤتمر الأول لصندوق التعاضد الاجتماعي والتنمية بعنوان تفعيل دور الشباب في العمل التنموي برعاية صاحب الغبطة يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس بمناسبة مرور عام على تأسيس الصندوق وذلك في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق. لحتى نحكي بشكل موسع وبالتفصيل بصرنا أكيد نرحب بالسيدة ربا ميرزا رئيسة مجلس إدارة صندوق التعاضد الاجتماعي وأيضا السيد ميشيل أستفان من أعضاء مجلس إدارة صندوق التعاضد الاجتماعي. يسعد صباحكم. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح وسهلا بحضرتكم. كنا عم نحكي هيك تحت الهواء إنه اليوم قد إيه نحن بحاجة مثل ما قلنا لحدا ياخذ بايد الشباب ضمن الظروف اللي عم نعيشها، يعني تكون شعله لإلهم ليبلشوا حياتهم من جديد. اليوم هيك من خلال تواجدكم معنا رح نحكي عن المؤتمر وحنا نحكي عن فكره التاسيس تقريبا، او انتم فعليا لكم سنه، طبعا كان في نتائج حلوه وكان في افكار حلوه، خلينا نحكي بشكل عام عن فكره التاسيس. عندك مدام اذا بتحبي. الحقيقه رح بلش من البدايه، الفكرة طلعت نحن مجموعة كنا عم نتلمس هذا الخوف الموجود بالمجتمع من هجرة العقول النيرة الشابة، من هجرة الأيدي الماهرة الموجودة بسوريا، من تفكيك للمجتمع السوري من خلال هي الاستنزاف لها العقول، وبالتالي فكرنا بماهية القوة اللي يمكن أنه توقف سد بوجه هالهجرة النازفة لعقولنا وشبابنا والأيدي الماهرة السورية، وبالتالي طلع فكرة صندوق التعاضد الاجتماعي والتنمية اللي كان تحت رعاية وبركة غبطة البطرك يوحنا العاشر يازجي بطرك أنطاكيا وسائل المشرق وبدعم وتمويل من السيد الرئيس بشار الأسد. بلش هذا الصندوق صار له سنة على الأرض، بلش ياخذ مجموعة من الشباب كان عندهم مشاريع صغيرة جدا ومتناهية في الصغر، حلم انه يأسسوا هذا المشروع، كان الصندوق هو الداعم الأساسي لهم ليحطوا بنقول أول خطوة، حجر أساس أول خطوة بحياتهم بهالمشروع. وبالفعل خلصنا العام الأول ب 64 مشروع صغير ومتناهي في الصغر. كثير حلو، رح نحكي عن هي المشاريع كأفكار كيف كانت وكيف تطورت، لكن بدنا نرجع شوي للمؤتمر. أستاذ ميشيل تحتنا شوي بجو المؤتمر، شو هي الأمور يلي تناقشت خلال المؤتمر، وإذا بدنا نقول كنتائج خلال حصيلة عام كامل من العمل. طبعا مثل ما قالت الدكتورة، المؤتمر كان له هدف الإضاءة والإشارة على عمل هالصندوق خلال هالسنة. هالسنة الحقيقة كانت تقريبا 6 شهور عمل على الأرض بشكل حقيقي مع الشباب، و6 شهور من مبدأ التنظيمي. بهال6 شهور قدرنا نحن نحصل على العدد الكبير من المشاريع، واللي كان عدد أغلبيتهم حاضر بالمؤتمر، وكان في شهادات حية لبعض منهم قالوا كيف هالصندوق ساعدهم بتغيير فكرهم، بتغيير الخطة اللي كانوا راسمينها لمستقبلهم. الخطة اللي هي كانت الحقيقة فراغ، انه هني عندهم فقط فكرة السفر بدون اي تطلعات، ما عارفين وين بده يروحوا. اجى الصندوق وعطاهم هالفرصة هالامل، انه انت عندك هالمهنة او هالحرفة او هالفكرة انت قدران تنفذها بالبلد، انت وجودك هون ضروري. فهالخطوة هي عطته أمل أنه لا، أنا ممكن ضل، ممكن استمر بهالبلد، وهذا المشروع الصغير اللي أنا رح بلش فيه رح يعطي ثمار مستقبلية تساعدني أنا ومستقبلا عائلتي أني ضل محافظ على وجودي بهي البلد. فالمؤتمر الحقيقة حكى تجارب عديد من المستفيدين، وبالعكس كمان كان في تجارب أخرى وآراء من المشاركين حقيقة عطت إضافات كتير مهمة، ووجود سيد الرئيس كمان كان معنا عطى دعم حقيقي وفعال للعالم، وشوي من اللي ناس اللي كانت عندها شوية خلينا نقول هواجس أو أفكار أو شيء غامض، فوجوده وضح كل شيء
وعطى الرؤية الحقيقية للهدف الصندوق وهو المحافظة وتثبيت الشباب. خلينا ناخذ لو مثال صغير عن بعض الشباب يلي كانت النتائج كثير حلوة وكثير مبشرة تماما، انه نحن فعلا قادرين نطور هي التجربة ونعممها بين الشباب، يعني بعض التجارب. كان عندنا واحد من الشباب عسكري ضل 9 سنين او 10 سنين بالخدمة. طلع من التسرح بالقرار الأخير وكان واجه صعوبة انه عنده معيل لأبوه لأمه لأخته، وهو بيشتغل بمهنة الحلاقة النسائية، بس كان عنده هالصعوبة انه انا عندي المهنة، عندي كيف اشتغل بهالمهنة، وبس ما عندي قدرة اني انا افتح هذا المشروع. اجى الصندوق وعطاه هذا التمويل وقدر يشتغل وانجز وصار عنده زباين وقدر يحافظ على وجوده وقدر يعيل ابوه وامه الموجودين هون بالبلد. في عدة مشاريع الحقيقة كان فيها إضاءة كتير كبيرة لناس عندها الفكرة بس ما قدرانة تحقق. طيب للناس اللي ما عندها حتى الفكرة بس هي عندها القدرة على العمل، الرغبة بالعمل، نحن عبجينا حقيقة كتير مشاريع انه انا عندي قدران اعرف كيف اشتغل، او يعني قدران اشتغل شو ما بدكم. نحن الحقيقة عم نوجهه، نحن ما عن يعني ما بنقدر نقول له روح اشتغل هالموضوع او هالموضوع، هو لازم من عنده يطلع، لانه بالنهايه اذا ما كان في حافز جواته يحبه ويشتغل ما راح يبدع فيه. أكيد. لو نحن اعطيناه تمويل وبلش ما راح يقدر يبدع فيه، فلانه هو ما من جوا بحبه، ما فينا نقول له روح اشتغل هالقصه او هالقصه. فنحن بنحاول نوجهه، اول شيء نعمل معه مقابله نفهم شو توجهاته، شو رؤيته، شو عنده خلفيات، شو شاغل بحياته قبل، وبنقول له لا يمكن هذا المشروع يكون مناسب اكثر لك. وهذا الشيء صار معنا، ناس غيرت مشاريعها ونجحت فيها بفكره اوليه، وهذا دور من الادوار اللي عم بيلعبه الصندوق، بالاضافه الى انه عم بيمول، لا هو عم بيمول بهدف. نعم. وليس هو فقط تمويل لمجرد انه يعطي مصاري ويوجه طبعا لحتى يحقق نتائج. نعم. والا نحن ما بنستفيد انه نعطي مصاري لكل العالم والاخير العالم بيفشل المشروع او بيحقق نتائج سلبيه فبيوقف، لا نحن عندنا هدف يستمر المشروع ويكبر، وهذا المشروع بالذات اللي نحن دعمناه يخلق فرص عمل ثاني يشغل حدا ثاني معه. نعم. عم يكون في متابعه على المشاريع اللي عم يتم دعمها، يعني عم تكونوا موجودين دائما بالنتائج اللي عم يقدموها الشباب او الصبايا يعني اليوم اللي هن بحاجه لهذا العمل؟ هلا طبعا نحن فريق العمل 5 مجلس اداره، بنعمل متابعه، خلينا نقول هلا بيقولوا لها ريمونتلي يعني على التليفون او من بعد حدا عن طريق الصور، بس هلا حاليا نحن عملنا فريق لمتابعه على الارض لانه صار عدد المشاريع كثير كبير والطلبات اللي جايتنا اكبر، فما عدنا نقدر نسيطر على الموضوع من هالناحيه هي، فلا نحن عندنا فريق على الارض عم بيتابع، ونحن بالمبدا العام اكيد في متابعه حقيقيه لانه في مشاريع من الخبره صار في عندها اخطاء بالاداء قدرنا نحن نصوبهم ونقول لهم لا هي المرحله لازم قبل هي المرحله، او هي المرحله لازم توسع فيها اكثر، او هي المرحله ما لازم نروح عليها، يعني بعض من التوجيه مشان بالنهايه كمان نحن عندنا واجب نحافظ على هذا المشروع ونشوفه عم يكبر. نعم. أكيد. دكتوره بنرجع للحديث معك، ولما بنحكي نحن عن هذا الصندوق اللي هو فعلا داعم كثير كبير للشباب مثل ما حكينا، هل في اشخاص لهم اولويه او تدرس المشاريع بحسب يمكن وضع الفرد، بحسب المشروع ومدى يمكن الثقه بنجاح المشروع، على اي اساس ممكن تختاروا هي المشاريع وكيف طبيعته للعمل؟ حقيقه نحن ما عم ناخذ اولويات ابدا، يعني عم نستقبل كل المشاريع، كل الاسماء عم نشوفها وفق تراتب زمني بحسب تقديم المشروع. طبعا مع رغبتنا بالتفضيل للمشاريع اللي فيها إنتاج، عمل إنتاجي، مشاريع صناعية أو المشاريع الزراعية، هي أكيد إلى الأولوية نحن عنا، وكونها بتفتح كمان فرص مثل ما قال الأستاذ ميشيل، بتفتح فرص عمل أمام أيدي عاملة تانية عم تشغل المناطق المحيطة فيها. بحب ذكر بس قبل قال الأستاذ ميشيل مثال، وبريد أقول مثال آخر حتى مو بس عنا حرف مهنية مثل ما منقول، نحن كان عنا مشاريع صناعية وزراعية وإنتاجية مهنية حرفية، في عنا كمان شاب اسمه أغيد كمان بقي 9 سنين بالعسكرية،
قرر يطلع ما بيعرف بقى ولا شيء، فعم يشتغل حاليا بتقشير البطاطا وتوزيعها على المطاعم. نحن زودناه فقط بآلة تقشير البطاطا بمكان كتير بسيط، وحسين أغيد يحقق قصة نجاح فظيعة كانت. برجع بقول نحن أكيد هلأ بعد ما صار في عنا حوالي 125 مشروع قيد الانتظار وفق جدول زمني عم نمشي فيهم، أكيد منفضل المشاريع اللي بتحقق إنتاج، بتفتح فرص عمل، والزراعة اللي ممكن تكون رافد كمان يعني حقيقي للبلد بشكل عام. نعم، خاصة بالأرياف دكتورة منشوف أيدي عاملة كتير مستعدة للعمل للإنتاج للعطاء بعض يمكن النصائح أو بعض مثل ما منقول الخطوات الجريئة لحتى نحن نشجعهم على البدء بالعمل. هذا الشيء عم بيكون من قبلكم أنتم؟ أكيد، هذا أكيد. مثلا عنا زراعة الزيتون أخذناها، زراعة اليانسون، عنا معمل معكرونة بسيط جدا صار هي كمعامل وإنتاجية، عنا معمل حقائب كمان شكلوا قصة نجاح، هن اثنين مع بعضهم شكلوا قصة نجاح فظيعة. في عنا كمان معمل لشاب تعرض للحريق العام الماضي، هو بيصنع الأقفاص البلاستيكية اللي بتوزع الخضرة والفواكه بريف حما، فهذا رجعنا دعمنا معمله من أول وجديد ورجع على الإنتاج الحقيقي حاليا. قد ايه حلو هاي الأفكار البسيطة، بتقلك أفكار كتير بسيطة، أفكار كتير بسيطة بس حققت قصة نجاح. يعني يمكن في أكثر من فكرة نحن ممكن الشباب يطبقوها بقلب البيت، يعني بيكون ممكن عندهم شوية مساحة. تماما، في عدد من المشاريع الحقيقة اللي دعمناها هون هن ضمن البيت، إن كان نسوان بيشتغلوا بقلب البيت أو شباب بقلب البيت، هو الهدف هو أن نعمل ما نفقد الأمل. نعم، نحن عايشين كرمال الأمل. تمام، وهو متى ما اشتغلنا فنحن عم نعطي حافز لحالنا أكيد نستمر طبعا. بما أنه منحب الشغل فلازم نكبر، ووقت كبرنا خلص الهم، يعني ما عاد في عنا مشكلة نطلع على، بالعكس صار بالأمور بالنسبة لحياتنا صارت طبيعية. أكيد. الأساس لوجن تبعنا هو العمل قوة، العمل حياة، العمل وجود. هو فهذا يعني هو العمل فقط. ما نحن يعني كل تعويلنا على هذا العمل لأنه نحن ضمن ظروف يعني بدنا نشتغل كرمال نقدر نستمر. سيد ميشيل خلينا نرجع شوي للمؤتمر. من خلال المؤتمر أكيد صار في قرارات إجراءات جديدة، إشكون اقتراحات، شوية أخطاء، شوية أشارات استفهام. خلينا هيك نستغل وجودكم اليوم ونحكي شو أهم التوصيات اللي يعني تخلص المؤتمر عليها. الحقيقة أهم التوصيات اللي طلعت بعد اقتراحات العالم كله ومداخلاتها، الحاجة كتير كبيرة صراحة، يمكن أكبر من متخيلة بوجود هالمؤتمر. نحن قد ما قدرنا كخمس أشخاص مجلس إدارة ومجلس أمناء كعشر أشخاص ما قدرنا نغطي الشريحة المستهدفة من المجتمع. اليوم عندكم سقف، عذرني، يعني عندكم سقف للتغطية المادية أو مفتوحة القصة حسب المشروع؟ لا، حسب المشروع. نحن هلأ عم نطلع على المشروع، وهالمشروع قديش عنده قدرة على تثبيت الشخص أو من يعمل معه. فيعني ما عاد حطينا سقوف مادية للمشاريع، خلينا المشروع هو يحكم عن حاله وقديش بينجح، على أساس عم نقدر ندعمه. بالعودة للمؤتمر، فالحاجة اللي بينت كبيرة عند الشباب، أغلبيتهم كانوا من الشباب، والتساؤلات اللي طرحوها والاقتراحات اللي طرحوها هي كلها تحتاج إلى دراسة ومعالجة. بس من أهم شيء التوصيات إنه نحن قدرنا نوصل لنتيجة مهمة، إنه نحن عملنا حقيقة فعال على الأرض، عدد كبير من الجهات خلينا نقول الفاعلة الداخلية حابة تعمل تعاون معنا لنوسع عدد المستفيدين، نوصل للمستفيدين المستحقين حقيقة إنه يندعموا، ونبني خطة على نطاق أوسع تستهدف شريحة أكبر من العالم لحتى نقدر نحقق نتائج مهمة. بس نحن بالنهاية الاقتراحات كلها نحطت، التوصيات كتوصيات حرفية لسه حتصدر خلال هاليومين، بس النتائج الحقيقة على الأرض كتير نتائج فعالة وكتير نتائج جيدة، والحقيقة المؤتمر عطى قوة ودفع للشباب وعطاهم مبدئيا أمل يتطلعوا له وفرصة جديدة يفكروا فيها قبل ما يفكروا يهاجروا. يمكن حتى أعطاكم هيك أفكار جديدة وخطوات جديدة لتوسيع العمل ضمن الصندوق. أكيد. بدي أقول إنه نحن كان عنا حضور 1300 شخص بالمؤتمر، قسمناه لنص من الشباب
50% كانوا شباب ليسمعونا وينقلوا اللي سمعوه لرفقاتهم ليكونوا صلة وصل للمناطق الثانية وللرفقات، والنص الثاني حاولنا ندعي المصارف، المشاريع، كل شيء بيمول مشاريع صغيرة، رجال أعمال، اقتصاديين، صناعيين، ليكونوا هن عامل مساعد للصندوق بتفعيل دور الشباب. فدائما ما فينا فقط ندعي فقط شباب، نحن كنا مقسمينهم. وبالتالي قبل وقت كنا عم نشتغل لاحظنا شغلة، إنه مدى تأثر الطبقة المتعلمة بالحرب اللي صارت على سوريا. من أحد النتائج اللي طلعت معنا إنه دعم الشباب صفى حاجة وضرورة بالبلد، والدعم اقتصادي أولاً وبرافقه الدعم المجتمعي. وبالتالي المحاور نحن عنا انقسمت لقسمين، قسم تناول المشاريع الصغيرة من ناحية التمويل ومن ناحية الاقتصادية، والقسم الآخر من المحاور كان عم بيركز على الناحية الاجتماعية اللي لا يمكن فصل الاقتصاد عن المجتمع. هدول القسمين عطونا الدافع لنقول إنه دعم الشباب أصبح حاجة ملحة، وخاصة من ناحية المجتمعية. مش هيك نحن دعينا بمؤتمرنا للتنسيق والعمل مع كافة الجهات اللي راغبة إنه تشترك معنا وتدعم الشباب. وبالتالي كان التجاوب خلال 3-4 أيام حقيقة أكبر مما كنا نحن عم طلع، ومن كافة الجهات، من معامل، من تجار، من تجار، من اقتصاديين، من صناعيين، كله كان مشكور حابب يدعم الشباب. وبالتالي هذه سوريا اللي وقفت أكيد. الوقفة واحدة، إيد واحدة. أكيد. نحن نضيف شغلة دكتورة إذا تسمحوا لي. بالجلسة الحوارية الأولى كان في عدد من المصارف المهمة الخاصة بسوريا، صحيح. وصار في نقاش كتير كبير إنه المصارف بتتوجه نحو رجال الأعمال لتقرضهم ولتدعمهم، وعم تنسى الشباب وطبقة الشباب. فكان في حوار جدي كتير منيح كسر الجليد بهالموضوع، صحيح. وخلى اثنين من أهم رؤساء مجالس المصارف الخاصة يعطوا وعد إنه هذا الموضوع رح ينظر فيه، إذا الدولة بتعطينا شوية تشريعات نحن مستعدين ندعم الشباب بقروض تمشي أمورهم وبضمانات بسيطة جدا. فوائد شوية تكون ضمانات بسيطة. أكيد نحن هذا أملنا بكل إنسان سوري، إن كان رجل أعمال أو حتى المصارف أو حتى الشباب يلي بدهم عن جد خطوة، بدهم ياخد بإيدهم لحتى أكيد. نبدأ كل التحية لكم، كل التحية لكل شخص ساهم بإنجاز لو شغلة كتير بسيطة لحتى نرجع نبني هذا المجتمع من أول أكيد. وجديد. نحن كتير بحاجة للأيدي العاملة، كتير بحاجة لجهود الشباب، بحاجة إنه نحن نحتفظ بقدراتنا وبعقول أكيد. الشباب اللي عندنا. مشكورين كل الشكر. شكراً لكم. أهلا وسهلا بحضرتكم، شرفتونا ووفقين. وضيف نقطة صغيرة قبل ما نروح للموجز اليوم، كتير كمان مهم تفعيل دور المغتربين السوريين، صحيح. فاليوم هيك من خلالكم دعوة لإلهم ليكونوا ضمن أهليون بسوريا. نتمنى وهن كانوا جزء، في جزء حاضر كان بالمؤتمر ولو كان بسيط، لكن نحن بنتمنى من كافة المغتربين دعم شباب سوريا، لأنه سوريا لا يمكن بمرحلة إعادة الإعمار بدون شبابها. طبعا أهلا وسهلا وإن شاء الله هيك موفقين. شكرا.